نعم، الرقية تنقسم عندنا إلى قسمين. رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية لابد فيها من توفر شروط ثلاثة. نعم، أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته، هذا الشرط الأول. يعني تكون من القرآن كقراءة الفاتحة أو السنة، مثلا كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو بأسماء الله وصفاته يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اكشف ما نزل بي أو بأخي. نعم، نعم. الثاني من شروط الرقية أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، كلام معلوم لا مجهول، نعم نعلم معناه. نعم، فلو تكلم بكلام مجهول نجهل وما ندري ما هذا الكلام، أو أخذ يتكلم بصوت منخفض، أو يتكلم لكن لا نفهم، يتمتم هكذا. نعم، فنقول إما أن نفهم ونسمع وتتكلم بكلام نعرفه، أو نقول عنك أنك ساحر دجال. نعم، ولا يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية، الرقية فقط باللغة العربية الفصحى. لا يوجد رقية مثلا باللغة السواحلية. نعم، لا يوجد إلا إذا أراد أن يدعو مثلا باللغة السواحلية، صح يدعو باللغة السواحلية لا إشكال، دعاء. نعم، بشرط لا يغير الأسماء الحسنى، يقول يا الله ثم يدعو باللغة السواحلية، مثلا يقول ارزقني أو عافني أو زوجني مثلا، لكن أسماء الله تدعو الله بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة باللغة العربية. نعم، نعم. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. لأن البعض اعتقد أن الراقي هو المؤثر بذاته وهو الذي ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا هذه شروط ثلاثة للرقية، اختل شرط أو شيء من هذه الشروط تنتقل من رقية شرعية إلى رقية شركية. أن تكون الرقية بالكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته. أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع. أنا أعتقد أن الرقية سبب.